والليلة عاوزين نتكلم عن درس شيق في الأعداد وهو الكسور. وأول حاجة حنبدأ بها مفردة الكسر، والكسر هو جزء من العدد، ونحاول نترجم مع بعض كلمة الكسر. وكلمة الكسر ترجمت على إنها مكونة من كلمتين، جزء من العدد ديرتينودي. وبذلك تكون كلمة الكسور أي الجمع لكلمة كسر هي ديرتينودري. في لغة نوبين ممكن نقسم الكسور الطبيعية إلى كسور جذرية أي بسيطة، وكسور معقدة أو مركبة. والتقسيم ده بيساعدنا على قراية الكسور في لغة نوبين بشكل صحيح. ونقول الكلام ده مرة تانية، في لغة نوبين الكسر إما كسر جذري أو كسر مركب. وبالنوبي نقول نفس الكلام، نوبينا ديرتينودي يانجونا يانجو كافية، نوبينا ديرتينودي يانجونا يانجو كافية، نوبينا ديرتينودي يانجونا يانجو كافية. إذن السؤال البديهي اللي بيجينا طوالي، ما هو الكسر الجذري؟ ما هو الكسر الجذري؟ ديرتي نودي جوم مني. والإجابة طوالي بتكون هو الكسر البيجي في الصيغة بتاعت الواحد الصحيح على جاما، وجاما بتمثل أي عدد صحيح. يعني باختصار بنقول هو الذي يكون في الصيغة واحد على جاما. تالي موين جاما كوتشي الكالجي، تالي موين جاما كوتشي الكالجي، تالي موين جاما كوتشي الكالجي. ونشوف مع بعض أمثلة على الكسور الجذرية. المثال الأول، واحد على ثلاثة. وي تسكن كوتشيلا. المثال الثاني، واحد على مية. وي إيميلين كوتشيلا. في الجزء السابق تناولنا تعريف الكسر الجذري، وقلنا هو البيجي على صيغة واحد على جاما، وأخذنا أمثلة له. ويمكن اعتبار الصيغة دي القراية الرياضية للكسر الجذري، يعني صيغة واحد على هي القراية الرياضية. إذن هل في قراية لغوية للكسر الجذري؟ أو السؤال بطريقة تانية، كيف يقرأ الكسر الجذري في لغة نوبين؟ نوبين هكير ديرتينو ديجون أوغتكي، نوبين هكير ديرتينو ديجون أوغتكي، نوبين هكير ديرتينو ديجون أوغتكي. والإجابة هي نعم،
وأي كسر جذري طبيعي عنده جراية محددة زي ما هنشوف في الأمثلة الجاية. وأول مثال النص أو الواحد على اثنين النص، عندنا كلمتين ليو فاجيتي فاجيتي يان تورتي تورتي. التلت أول واحد على ثلاثة تسكتي تسكتي. الربع أول واحد على أربعة كمسي كمسي. الخمس أول واحد على خمسة ديكي ديكي. ومن الأعداد فوق الخمسة يعني من العدد ستة ولفوق في قاعدة معينة يمكن تطبيقها زي ما هنشوف حسا ونقرأ مع بعض القاعدة دي. والقاعدة بتقول من العدد ستة وإلى أعلى أضف العلامة إتي ملتصقة مع العدد لتكون الكسر الجذري. من العدد ستة إلى أعلى أضف العلامة إتي ملتصقة مع العدد لتكون الكسر الجذري. نقول الكلام ده ذاته مع بعض بالنوبي. غورجول توني دورو لنغا فانا ديرتين كيلا إتيك كل فنتان جيجي. غورجول توني دورو لنغا فانا ديرتين كيلا إتيك كل فنتان جيجي. غورجول توني دورو لنغا فانا ديرتي كيلا إتي كل فنتان جيجي. وأنا أشوف مع بعض صحة القاعدة دي في الأمثلة الجاية. السدس أو واحد على ستة غورجيتي غورجيتي. السبع أو واحد على سبعة كولوديتي كولوديتي. التمن أو واحد على ثمانية إدويتي إدويتي. التسع أو واحد على تسعة أسكوديتي أسكوديتي. العشر أو واحد على عشرة ديميتي ديميتي. الواحد على حداشر ديمي ويريتي ديمي ويريتي ديمي ويريتي. الواحد على اتناشر ديمي رويتي ديمي رويتي دميرويتي. وممكن نواصل تطبيق القاعدة دي بإضافة المقطع إتي على كل الأعداد الصحيحة التي تلي العدد ستة لنكون الكسر الجذري. ونأخذ في الختام تطبيقات على الكسور الجذرية في الأمثلة التالية. المثال الأول تلت التلاتة واحد تسكن تسكتي ويكيل تسكن تسكتي ويكيل تسكن تسكتي ويكيل. المثال الثاني المرأة
نصف المجتمع. إيدين أربان فقدت لي. إيدين أربان فقدت لي. إيدين أربان فقدت لي. المثال الثالث: لقد أخذ ربع المال. تر شونغرين كمسيك دموسو. تر شونغرين كمسيك دموسو. تر شونغرين كمسيك دموسو. والمثال الأخير بيقول: سدس سكان العالم في الصين. غاركم سونا دمرين غورجيتي سينا داتينا. غاركم سونا دمرين غورجيتي سينا داتينا. غاركم سونا دمرين غورجيتي سينا داتينا.